السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم هاد البريوات اللي عمرتهم بلافاش كيري، الفروماج لافاش كيري والتمر. كيجيو بنان بزاف، ان داك التمر مع الفروماج كيهرس لي هذيك الحلاوه ديالو وكيجيو روعه في المذاق ديالهم. ونتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وشجاعتكم لقناه كلشي نيمينا. خليكم مع الطريقه والمقادير. كنحتاجوا للفروماج اما كيري ولا هذا لافاش كيري اللي بغيتو، التمر كتحيدوا ليه هذاك العظم ديالو، اللوز للتزيين من بعد غادي نفرشو، وهذا الكوك، واحد شويه ديال الفورص خلطته مع الماء باش نجمع هذوك الوريقه ديال البريوات، والورقه ديال البريوات بطبيعه الحال هي الاساس، والزيت القليان والعسل. ونبداو على بركه الله. كناخذوا الورقه ديال البريوات ديالنا وكنقسموها هكا من النص على جوج بالبلاستيك ديالها بكلشي ليها باش ما تقصاحش لينا، باش ما تيبش دابا مع الصهد. كنخليو ليها البلاستيك هكا بهذا الشكل، وكناخذو هكا هذه كنقسموها عاوتاني على جوج هكا. اللي ما عندهاش نيشان ولا شي حاجه تاخذ شي مسطره وتحطها ودير بها. انايا عيني ميزاني كنشوف غير بعيني كنعرف، مع الدوام في المطبخ كيخلي لك العبار دائما في عينيك وفي يديك. هكا صافي، وكنبداو على بركة الله. دابا نديرو هكا ناخذو مثلا وحده هاد الفرماج، كناخذوا هاد الفرماج كل فرماجه كنقسموه على ثلاثه، كنديروا ليها هكا هذا الطرف واحد وهادو هكا، وكنوضعوا واحد الطرف هنايا هكا في الراس ديالها في القنت، وكنوضعوا عليه النص ديال التمره هذا الشكل هذا هكا، وكنلويو لان التمر مع الفرماج مالح والتمر حلو كيهرس ليه هذاك المذاق ديالو وكيجي زوين في المذاق هكا. كنلويوها بهذا الشكل وكنديروا لها العجين شويه هنايا في الاخر ديالها، وكنلويوها بهذا الشكل. ها هي كتصبح لنا بريوه هكا، وكنحطوهم جنب كنبداو نجمعوا. نعاود معكم عاود واحده اخرى بهذا الشكل هكا. كناخد عاود فرماج هكا، وكناخد النص ديال التمره كنحطو معاها هكا، وكنبدا نلوي بهذه الطريقه هذه هكا. سهله اللويه ما صعيباش هكا. هكا تيصبحوا عندنا البريوات هكا متلتين بهذا الشكل، وكنستمروا هكا. ممكن نديروا حتى الشكل ديال السيجار، نديروا هكا كنحطوا عليه التمر هكا، وكنلويو بهذه الطريقه هذه هكا في الاصابع ديالنا، وفي الاخر كنديروا ليه هكا هنايا، وكناخذوا شويه ديال العجين وكنخشيوه ليه هنايا هكا، كنسدوه من هنايا وعاوتاني شويه من هنا غير شويه، غادي يطيب كلشي هادشي في الزيت هكا صافي. وكنحطوهم كنجمعوهم هكا. بعد ما كملت البريوات ديالي كلهم كيف ما كتشوفوا، كنسخنوا الزيت وكنبداو نوضعوا فيه البريوات بهاد الشكل هذا على بوطه مهيله باش يطيبوا لينا مزيان وما يتحرقوش بهذا الشكل هذا. كنحط هاد المثلثات هما الاولين
عاد ما تحمروا لينا البريوات ديالنا كتشوفوا ها هما هكا، نخليوهمش يحمروا بزاف حتى يتحالوا غير شويه، هكا نحطوهم على شي ورق ديال هكا ديال المطبخ باش يحيد لهم الزيت، يشربوا الزيت بالطريقه هذه هكا، وكنستعمر في باقي ديال البريوات البريوات المثلتين اللي قليت بعد ما قليتهم كنشفتهم في الوراق ديال المطبخ. دابا غادي نضيف لهم العسل هكا، وما تجيبوش حتى 3 ديال المعالق ديال العسل هكا، وغادي نضيف لهم اللوز اللي هرمشتو شويه، كنضيفو لهم هكا وكنحركهم في هاد العسل هكا بهاد الطريقة هادي، كيشربو هاد شوية العسل هكا، هادو السيجار ديالنا تاهو موجدو هما. نضعهم حتى هما هنايا مع هذا القليه الاولى، وكنضيفو لهم العسل هكا، وهادو غادي نضيف لهم الكوك هكا بالطريقه هذه مع العسل، وكنخلطهم مباشره هكا، ماشي كنمرمدهم فيه ولا شي حاجه، كندير ليه هكا مع العسل كيف ما خلطت ليه اللوز خلطت هنا الكوك، وكنخليهم شويه يبردوا وغادي نحطهم في طبق ديال التقديم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وتشجيعاتكم لقناه كلشي نمينة، وشكرا لكم على المشاهده.